هل تعلم أن عطسة الإنسان أسرع من الفهد الصياد؟ أيوة زي ما سمعت، العطسة ممكن تجيك وإنت ما منتبه لها، هي حرفيا أسرع من الفهد الصياد، واللي بتوصل سرعته إلى 120 كيلو في الساعة، وده يعتبر أسرع حيوان بري على الإطلاق، بس عطسة الإنسان بتعتبر أسرع منه بمراحل، واللي بتساوي سرعتها 161 كيلومتر في الساعة. قادر تتخيل معايا السرعة الرهيبة دي؟ والعطسة اللي كتير من الناس ممكن يختشوا منها تعتبر مهمة جدا للإنسان وليها فوائد كثيرة للجسم. ويلا المصادر في التعليقات.